أعلن مسؤول يمني أن خبراء الألغام نجحوا في انتزاع أكثر من 1000 لغم في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مدير مديرية الوازعية أحمد الضرافي قولها إن خبراء الألغام تمكنوا خلال أيام عدة من انتزاع الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرق والقرى في مركز المديرية، في حين يتم التنسيق مع مركز مكافحة الألغام لانتزاع ما تبقى من ألغام في المنازل والمزارع والجبال.